فرصتك يا عمل، المحل اللي كان نفسك فيه. مش وقته يا زوزو، لسه الأوان ما أنش. أول ما ربنا يأذن هتلاقي الأبواب كلها اتفتحت. يا ست إن شاء الله، أنت بس شوفي إيه اللي ناقصك. وهو سليم قال لك إنه هيبقى معاكي وهيساعدك. لا لا سليم، لا كفاية قوي اللي عمله، ومن فضلك ما تكسفنيش يا زوزو. ليه بقى إن شاء الله؟ هو غريب يا شيخة؟ حرام عليكي، اتكلي على الله بقى، خلي الفرحة تبقى فرحتين. أمل، دول 12,000 جنيه حوشتهم أنا وعمر وعبد الله من فلوس الشغل معاكي. يا أختي اسم الله عليكي يا حبيبتي، ده أنا زودهم اللي ما خدت منكم وأنا محتاجة، هاخد دلوقتي بعد ما ربنا كرمني. إيه أمل اللي أنت بتقوليه ده؟ هو مش ده برضه محل أبونا؟ وبعدين فلوسنا هي فلوسك. يا ستي خديهم شغليهم معاكي وبعد كده برجعيهم بالمكسب. دوروا إيه بس؟ بالله يا رب. أهو سعيد كمان. الله 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 الله، السلام عليكم. عليكم بالسلام. إيه اللي لمكم على بعض؟ أنت يا حبيبة قلبي دايما مجمعانا. مسكي يا أمل. إيه ده؟ دول 30,000 جنيه. تمن شبكتي، خلاص ما بقاش ليهم عوزة عندي. ولا أنا عايزاهم. أنا قاعديني بطني وجعني مش قادرة. بسم الله عليك يا حبيبتي. أوعي الواد يعضك. بسم الله عليك يا حبيبتي. عايزيني وقتي وليك؟ ما تقلقيش. ودول أختي 20,000 جنيه من اللي عليا ليك. بس انت ما عليكش حاجه يا سيد. بسم الله عليك يا حبيبي. ادينا فرصه نرد شويه من اللي علينا. تخيرك علينا كلنا امل. عمرك ما بخلت على حد فينا باي حاجه، حتى لو كنت تخصك. احنا كلنا مديونين لك امل، كلنا مدينين لك والله. اخص عليك يا سيد، اخص عليك يا ولد، ده انت اخويا وانت لحمي. ومين قال لك ان الدين فلوس؟ الدين عمره ما كان فلوس يا امل. الفلوس اهي بتسد. الدين موقف. في مواقف صعبه تتسد ومستحيل اصلا انها تتنسي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.